تعرضوا إلى الكثير من الأضرار على خاطر الناس ما تعرفش حقيقة شنو يعيشوا. نحكي على متلازمة توريت. هات نوريكم على شنو قاعدين نحكيه بالضبط. تفرجوا. إذن شوفوا على شنو قاعدين نحكيه. وهذه بعض الأمثلة على هذه المتلازمة. شوفوا معايا على شنو اللي قاعدين نحكيه. تفرجوا بعض الحركات باش عملها رمزي باش يكون حاضر معانا بعد شوية. ليه تشوفها هكا؟ ما تعرفش أني حركات لا إرادية قاعد يعمل فيها رمز. وهذه المتلازمة تتكرر عند العديد من الحالات. شوفوا هذه السيدة كيفاش بعض التصرفات متاحة هذه بصفة لا إرادية، ثم أنه هذه تنجم تكون هكا بالحركات، ثم هذه المتلازمة زادة تجي بالأصوات وبالكلام. اسمعوا معايا شوية من التجربة اللي حكيها رمزي اللي نتيجة هذه الحركات مرة في لقاء مع أمنيين باش يتصوروه أنه يستهزئ بهم، فباش تكون العواقب وخيمة. معناها نقطة التحول في المرض وأنه زاد الترشخ. معناها كنت عندي أمل شوية في الحياة وكذا، بون صارت لي حادثة مع البوليسية ضربونت عندنا فهمتني، ما فهمش شنو اللي أنا عندي في نسخية، الله أعلم شنو نسخية من شوحة كما هو قال ولا حاجة، ما راح قانوني. شنو هي متلازمة التوريت هذه اللي نحكيو عليها؟ تعريف بسيط نجمو ناخذوه اللي يقول وأنها هي خلل عصبي ونفسي وراثي، عبارة على حركات عصبية وأصوات متكررة لا إرادية. تكون بعض الحركات بعض الكلمات اللي تتقال بصفة لا إرادية، ولكن لسوء الحظ تتسبب في مشاكل لأصحابها، خاصة كي يبدأوا في تواصل مع الناس على خاطر الناس ما يعرفوش اللي هو هذاك يتحرك كيكا بصفة لا إرادية. تقرير مروة محشوب. ملي تولد لا وجع على دوايا أكسجين، هو دوايا ملي تولد يحمل، هو يعدي لكن البشر عنده طاقة كردود الفعل والعبيد اللي ما ترحمش. كلامهم مش مفهوم، وجوههم تتحرك على اليمين وعلى اليسار من غير ما يشعروا، يرمشوا عينيهم بصفة متكرر، فيهم اللي يضرب وجهه وفيهم اللي تشدوا الغصة وما ينجمش يكمل جملته. لسانه ساعات يقرر انه يسبك، أما عمره ما كان يقصد الشيء اللي يقوله. شكون هم الناس هذوم؟ كيفاش يعدي ونهارهم؟ وشنو حكاية الحركات اللا إرادية اللي يعملوها؟ تونس العاصمة 14 جانفي 2015. الماضي ساعتين متاع الليل. هذا محمد رمزي حمزة 34 سنة، أصيل منطقة باب سويق. قعد كيما متعود هو وصاحبه قدام باب داره، وهما يحكيو كرهبت الشرطة تقف قدامه وواحد من الأمنيين ومن غير حتى مقدمات يسب. حاجة بهتت رمزي اللي مسكتلوش، والنقاش باش يحتد بيناتهم الحد إنه الأمنيين اللي كانوا في الدورية هبطوا عنفوه هو وصاحبه، اللي أصر إنه يعلمهم أكثر من مرة بحالة رمزي. رمزي الشاب الحامل لبطاقة إعاقة، لكن حتى شيء ما هو باش يمنحهم من إنهم يهزوا لأصحاب الاثنين للمركز، وغادي زيدا باش يتواصل تعنيف. وكانت معناها نقطة التحول في المرض وأنه زاد الترشخ. معناها كنت عندي أمل شوية في الحياة وكذا، صارت لي حادثة مع البوليسية ضربونت عندنا فهمتني، ما فهمش شنو اللي أنا عندي في نسخية، الله أعلم شنو نسخية من شوحة كما هو قال ولا حاجة، ما راح قانوني. السبب اللي توقف عليه رمزي كما كنتوا تسمع هو الحركات اللا إرادية اللي تشخص المتلازمة اللي يعاني منها لسنوات. من شنو يعاني رمزي؟ الأطباء باش يشخصوا حالة رمزي على أساس إنه خلل عصبي عادي، الشيء اللي خليه لسنوات ياخذ أدوية لأمراض عصبية مش باش تنقص من الأعراض اللي يعاني منها.
حتى ل 2006 وقتها رمزي باش يتوجه المستشفى الرازي، وهوني باش تكون الصدمة كبيرة عليه. رمزي باش يكتشف انه هو حامل الوحدة من متلازمات نادرة جدا في العالم، متلازمة جيل دو لا توريت، او ما يعرف بمتلازمة توريت. شنو المتلازمة هذه؟ وشنو اعراضها؟ وهل انه عندها علاج او هي مرض مزمن؟ متلازمة توريت هي خلل عصبي ونفسي وراثي نادر يصيب حوالي 0.6% من الأطفال حول العالم. تم اكتشافه الأول مرة عام 1885، وهي متلازمة تظهر في الطفولة المبكرة في عمر بين 5 و10 سنين. متلازمة توريت هي عبارة على حركات عصبية وأصوات متكررة لا إرادية، ما ينجمش الشخص المصاب بها يتحكم فيها ولا يوقفها. شنو التيك؟ التيك هي حركة لا إرادية يعملها الإنسان بطريقة غير منتظمة. واحد تشوفه مثلاً يغمز ولا يتحرك هكا، يعمل هكا براسه، لذوما اللي تيك موتور متاع الحركة. فما اللي تيك فوكو، الكلام اللي يقوله ينجم يكون تعيطة كما تنجم تكون مرضى يقولوا كلام زايد بغير ما يفيقوا. نجم هو في قاعدة يشد روحه يشد روحه يشد روحه، لكن هذا على حسابه، على حساب ضغط نفسي قوي، ودوب ما يخرج من السيتواسيون هذيك يترشق. في تونس كما في العالم متلازمة توريت نادر، لكن ما فما حتى إحصائية رسمية لليوم العدد الحاملين لها. أثناء بحثنا قابلنا أكثر من شخص حامل متلازمة توريت، منهم اللي رفض يقدم شهادته، ومنهم اللي قبل رافقوه في نهاره وانتبع كيفاش يعيش. نقدموا لكم ياسين محمود، 18 سنة، عاون حراسة في واحد من المراكز التجارية الكبرى، أصيل منطقة العمران، تونس العاصمة. فعمر 9 سنين باش تظهر على ياسين حركات لا إرادية غريبة براسه ورقبته، الحاجة اللي جلبت انتباه أمه خاصة، وإنه بدأت تأثر على قراية متاعه. اكتشفت أنه يرعش برشا ويعمل هكا برشا بعينيه، كراسة يكتب شوية ويعمل هكا يقطعها ويعاود يكتب ويقطع، وما ذوك اللي تيك ذوك الحركاتك اللي تعاود شد يقطع الباراجراف يقراها ويتبلنت يجيها اللي تيك هذيك يتبلنت فيه. هزيناه للطبيبة جنراليست تقول ستريس، هذيك مش في بالنا صحيح هذيك ستريس، لكنهم بعض تمشي تتطور على خطر يوليو لي فريكونس نتاع التيك يزيدوا. حاجه ما فهمتهاش الام اللي قاعده تتلوج وتسال على اعراض هذوم، حتى قررت هي زادة تهزوا المستشفى الرازي، وين طبيب باش يعلمها انه ولدها هو زادة يعاني من متلازمة توريت. الصعوبات باش تبدا في حياة ياسين وقت بدات تتفاقم الاعراض وتظهر عليه. عينين تتحرك وترمش بطريقة غريبة، اكتف يتحرك بصفة متكر، جمل متلعثمة، ومع هذا ساعات تظهر حركات لا إرادية أخرى. الناس تغزلك بطريقه سبابا، الناس صارت لك برشا احداث، احكي لي على تيك هذا. ما قتيش بديت تعمل كاترين بريمير سنه رابعه ابتدائي، بديت بالترميش، ومن بعد ولات لي بدني كل لين ما تقويت وما تفيقش بها، فهمتني؟ ومع الوقت ما عادش ينجم ياسين يتحكم في اعصابه، الحاجه اللي خليت برشا حوادث تصير له في علاقته مع الناس. أنت الدين وخفي علاقة مع طفلة مرة بركة وهي ما في بلياش، وأنا شاد روحي باش نطرش شاد روحي عتاي وقتاش تروح قاعد في القهوة كي التركينة قول مشارشي عتاي قاعد في التركينة قاعدة بحذية ويت طلقتك سيكونس لا هي لازم نحكيها قرب الطرف قرب الطرف كل دماغ قتيت دماغ الشامة تكسر مشيت تشكي بي قمت تشكي بي ملي كنا في علاقة حميمية ولت في بالي وصلت المحكمة أنا فهمتني. الجانب النفسي جانب مهم برشا في حياة الحاملين للمتلازمة هذه، وهذاك علاش ياسين اختار عالم الجيمينج وستريمينج باش يملى وقته ويحاول يشوف طريقة تخليه يتجاوز الفشل اللي تعرض له في قرايته.
ومع الهواية هذه ياسين يخدم في واحدة من المغازات الكبرى كعامل حراسة، وفي أوقات فراغه يعدي نهاره إما مع أصحابه في القهوة ولا مع صديق الطفولة. أثناء لقائنا بياسين موقفناش على الضحك، ياسين ضامر برشا وحلمه اليوم إنه يعمل ستاند اب ويتعرف. مشيت نعمل سكانير، مشيت مع بابا الله يرحمه نسمع فيها تحكي معه قتلوا 550,000 أنت ومغير استرجاع مصاريف 550 راشفورد علاش 550,000 تخرج لي كاليتي 4K. رمزي اختار المسرح وشارك في أكثر من عرض، كيما زادا شارك في بطولة فيلم للتعريف بمتلازمة جيل دولا توغيت، وألف كتاب على حياة الحاملين للمتلازمة هذه ومعاناتهم. في عملت عرض مسرحي ناجح عرضته 3 مرات وتوا زاد نعمل ديكور نتاع أخ ثيرابي فهمتي وفوالا من هو ونعمل سبور وكتبت حتى كتاب فهمتني كتاب ريحة الكنابيس. في التعامل مع توريت فما معتقدات بالية مازالت تحكم نظرتنا الحاملين المتلازمة هذه، وفي مقدمتها اعتبار انه اللي عنده توريت ركبو جن ولا شخص مجنون كيما اللي صار مع سونيا. سونيا 18 سنة طالبة بوحدة من الجامعات الخاصة في تونس العاصمة، اللي باش تكتشف في عمر 12 سنة إنه فرط الحركة اللي تعاني منه ما هو إلا أعراض الحملها هي زادة المتلازمة التوريت. والله سمعت كلمة مقرشة، سمعت كلمة مرعوشة، ركبها جن، نعرفش تولي العبيد تستفزك بالفازة هذيك، هم يعرفوش أصلاً أنت فيش قاعد تحس لحظتها، يعرفوش ماني أصلاً تيك ولا يعرفوش ماني أصلاً سندروم جي دو توريت. وما خليهمش يظهروا قدام العبيد خاطر بالرسمي كما نقولوا توجعت برشا من كلمات، وصرت حتى نخبي روحي نقول لي راه ما عنديش باش العبيد ترانيش حاجة أخرى وتقول مهبولة، يعني توصل العبيد حتى تقولك برا امشي أرقد في الراز. نفس الشيء الحكاية باش تتعاود مع رمزي وياسي. برسونيل ما صارتني عفسه فهمتي في محكمه الناحيه مؤخرا في نجم نقول لك في 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 في, في حاجه بفيت مع تاع بابا دخلت للبيرو نورمال انا معاق احمله وافتخر اني معاق احمل بطاقه اعاقه. بطاقه الاعاقه مكتوب عليها بطاقه اعاقه معنا في البند الاول ورا بطاقه الاعاقه مكتوب اولويه الاستقبال سافي ديغ ما تشد الصف مش معناتها قاعد وخليه يرتاح لا يمكن جيت في الشاز رونوك قاعد مرتاح اما انا خذ بكلي. قلت له تفضل مسيو مسيو قال لي بطريقه سخريه لا لا هذا مد في وزاره الشؤون الاجتماعيه مش عندنا. اكبر معاناه الحاملي توريت هي نظره المجتمع عليهم اللي في بعض الاحيان توصل بهم لحد التعنيف ولا السخريه منهم واقصاء. المعاناة متاع المرض هذا هي نظرة الآخر ليه، تو احنا نقبل نقولوا هذا قضاء ربي ونقبلوه والحمد لله خير من حاجة أخرى، لكن العباد البرة ما ترحمش ديما نشوف العباد هكا تغزر له هكي مركزة معاه وقت التركيز معاه هذي قوي له ستريس، وكل ما يقوى تقوى عليه ستريس إلا أنهم الفريكانس متاع التيك يزيدوا. هو مسكين اللطف متاع في الشارع متاع هو متاع غزرة متاع واحدة متاع حسابك اتحرشت بها صارت لي مرة كليت شالبوه معناها قالت لي هو تعرف فهمتني شنو آخر اللي يجي يقول لك أنا خاطر عندي كلمة مثال فما الكلمة الزايد اللي هما ديتيك نقول كلمة زايدة فهمت قال لي لا ما تنجمش تبدلها. ومع رفض المجتمع له يقول حاملي متلازمة توريت إنه بعض الأدوية ما عندها حتى تأثير على الحركات والتشنجات العصبية اللي يعانيوا منها، وتوصل أحياناً تسبب لهم في مضاعفات كبيرة. ما جرأتش استعملت في تونس وقت عرفت وقت ليبوك وقت 2015 وقت ضربوني وترشقت وما لقيتش دواء وبديت نعمل في ديبتي ريشيرش شو عرفت الكنابيس ممكن تكون حل فهمتني خاطر الدواء حتى لتو هاني أنا بالدواء كل ما تشوف فيه نرعش ما من بري وجاني باش نرقد فهمتي خاطر الحل الوحيد انك ترتاح ترقد خاطرك ما ترقدش زيد. فما مرضى يمشي معاهم الدواء السهل، فما مرضى لا يلزمك تعطيهم الدواء ما اقوى، وفما مرضى حتى الدواء القوي ما يمشيش معاهم بالكدا ويعطيهم مضاعفات ويوليوا فما حالة تعود عليه ومشاكل أخرى. معناها كي نحكيو على جيل دولا توريت رانا ماناش نحكيو على حاجة مقياس واحد.
حاجة خليت رمزي يحاول يوصل صوته وصوت العشرات كيفه للسلطات من أجل استيراد بعض الأدوية اللي أثبتت نجاعتها في العان على حاملي المتلازمة نفسه. فما إكس إغريك تمشى معها دوية، إكس إغريك لأخر تتمشى معها عملية، فما عملية حطوا واحد دي باترين، فما دي براسلية، فما واحد كمان كان كوسمونوت جيني عملوا، فما الكنابيس ميديكال، فما دوية أخرين، فما اللي تخوف معنا سونيكي ليبر دو سبور وكذا وماشا دي تيرابي دي مساج. وعن طريق السينما حاول يوصل المطلب متاعهم بفيلم سماه رخصة علاج. الفيلم اللي حصل على تنويه خلال فعاليات أيام قرطاج السينمائية في دورتها 33. صحيح الحاملين للمتلازمة يحاولوا يعيشوا حياة طبيعية، لكن هذا ما ينفيش الصعوبات اللي يواجهوها، منها عدم اعتراف الدولة بالمتلازمة ضمن الأمراض اللي تتكفل بها الصناديق الاجتماعية حسب الأطباء. فما أمراض اللي هم تسموا لي مالادي أورفولين، هذه فرصة باش نتكلم عليهم، اللي هم الأمراض النادرة ولكن يأثروا برشا في حياة المريض. هذوما يحب ذلك أن نعملوا لهم إطار باش يخليوا ناس مختصين وهياكل كيما الكنام وغيرها يعملوا إطار للمرضى هذوما باش نجموا نعتنيوا بهم. هو المرض هذا عنده كومبوزونت نفسانية اللي نحن نتكاو عليها باش نطلبوا كما لا بي سي، واللي احنا كي نعرفوا كيفاش نطلبوها احنا والاطباء النفسيين الكنام تقبلها. هذه النقطه الاولى، معناها الكنام ماهيش مسكره الباب، لكن لازم انت تعرف كيفاش تقدم دوسي. اذا كان ماهوش فك 26 مرض اللي هما ابي سي ماهوش باش يقبل، لكن هو في معناها تقديرنا نحن هو مرض لازمه ابي سي ويدخل تحت الامراض يعني العصبيه والنفسيه اللي لازمها الابي سي. الصعوبات هذه وغيرها خليت رمزي يبحث على الحالات اللي كيف ويقرر يأسس معاهم جمعي الحاملي متلازمة جيل دو لا توغيت. حطينا الحجر الأساسي، معناها النظام الأساسي، القانون الداخلي، وبدينا في الإجراءات متاع التأسيس عن طريق عدل المنفذ إلى آخره، ومرسلة رئيس الحكومة لإعلامها بتأسيس هذه الجمعية. الهدف هو بالأساس تحسيسي اولا في مرحله اولى، تعريف بمتلازمه توريت باش نتفاداو وانه في المستقبل العباد الاخرين اللي عندهم المتلازمه هذه ما يعيشوش نفس التجربه الاليمه اللي مر بها رمزي ولا غيره من اصحاب المرض هذه. فهم المجتمع لمرضه وانه الحركات اللي يعملوها والكلام اللي يقولوه حاجه لا ارادي ما ينجموش يتحكموا فيها، والكبت متاعها ينجم يهدد حياته. مطلب كبير الحاملي متلازمة توريت اللي طالب وزارة الصحة بالاعتراف به وتوفير العلاج الملائم لكل حالة فيه. وهذا إذن الاكتشاف متاع سندروم جيل دو لا توريت، كما كنتوا تشوفوا كما كانوا يأكدون الأطباء هو مرض أو متلازمة نادرة، ولكن هذا لا يعني أنه ما يلزمناش ناخذوها بعين الاعتبار. يحضر معنا الحديث أكثر في هذا الموضوع محمد رمزي حمزة اللي عنده هذه المتلازمة. رمزي مرحبا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ساعة تصرف على طبيعتك رمزي من غير من وصيك، تصرف على طبيعتك بطبيعتك من غير ما حتى كلام زادة تصرف على طبيعتك ومن بعد احنا حتى كلام تاون نظفوه مش مشكلة، ما فما حتى مشكلة. رمزي انت جستمو على ذكر الكلام، انت عندك توريت، خاطر قال لنا الدكتور فما الحركة وفما الكلام وفما الزوز، انت عندك الزوز مش فما. هو عادة معناتها تقوم اسوسيا الحركات والكلام وتقدي توك وسيما اللي دي سامبتوم لي فهمتي، ميم حتى اللي تخوبل دو سومي، تخوبل دابرونتيساج، ايبر اكتيفيتي، تخوبل دابرونتيزاسيون و بلانيفيكاسيون، دونك هذا كل لي مع اللي تيك اللي هما الحركات. اما هي خاطر معناتها بالنسبه للكلام الزايد، معناتها ساعات نقول كلمه زايده فهمتني في مساق حديث ساعات الحقيقه سوفون معناتها كيما تنجم تخرج حركه كيما تخرج كلمه. كلمه داكور. لا فهمتني، اما ما نجمش نكونتروليها خاطر ما تفوتني، ما عندناش شغل حاجه كما تجي نجم كنترولها ما تقبل ما تدخل كيما الحركه فهمت
دونك فوالا معناتها تنجم تكون عندك الحركات لا اراديه وعلى باز معناتها الحركات لا اراديه كما تنجم تكون عندك كلمة. حركات لا اراديه ما عندكش توات مليادي رقم مالادي معناتها يعملوا حركه اراديه دونك هوني معناتها انا معناتها ياكم لازم معناتها دياغنوستيك صحيح اليوم مفقود في تونس مالوغوزمون فهمتني دونك تلقى حركات ماتليتيك موتور كما قال الدكتور الا لي توك الوسواس القهري الناس كل ما تغار ما يقول لك ليه شيطان لا مش شيطان الوسواس القهري متخوب اوبسيسيونيل كومبلسيف اللي هما مالادي فهمتني واللي هما اسوسي معنا دي سيمبتوم مع لي تيك اللي هما فيهم معناتها الناس يقول لك لا تغسل ديك برشا مرات ماهيش تغسل يديك تغسل صحيح يديك ما توقفتش في تغسل يديك نجم ساكر سبالة مع تغسل يديك اما هو راهو على باس اللي توك معناتها يعذب ويسل معناتها المريض كيك سوا تنجم تجي عندك توك وحدك اما جينيرالمون تنجم معناتها اللي مع لي تيك مع التوغيت اللي توك اللي فيهم معناتها الكريز دو بانيك ولي زيدي نوار ومعناتها تقعد تعاود فيك معناتها لي ريبيتيتي نتاع ليزيماج وكل شيء معناتها ولونكسيتي غراف فوالا معناتها فهمني هذا كل فهمني اما مش ظاهر مثلا مش تشوفوني مثلا انا عندي مثلا عندي اونكسيتي في قبل عندي متنجم دونك شوف جوست الحركه والكلام الزائد وقتاش عرفتوا انت هذا يا رمزي وقتاش عرفته معنا طبيا تقصد طبيا رسميا انت باش وليت عرفت روحك عندك جيل دو لا توريت وقت رسميا تجات 2006 جو بونس تجات قبلها خدمت لك برشا طب كل عدد ما فهمتش 2006 عمرك قديها ببري ولا جو سي با من عام 89 كبير معناها ما اكتشفتوش انت صغير تقرا اي وانا صغير صارت لي عندي صارت حاجات ما فهمتش لو توغيت وانا صغير نقول كلمه زيد ما فهموش الدار معناها ما جاوا هذه لقطها من الشارع منين جاب بعد ولات عندي هكا تيك نعمل هكا بالكوم معناها وغاف معناتها في اتونسيون ديما كي تجي تيك معناتها في جيت انا ممر الاعصاب معناها تجيني عندي دوخه تتخوب ساعات نوصل حتى نفس تقطع ساعات حتى الرد فهمتني ناكل ماكله تقلقني ما جي انت تذكر كما ماكله وتخذ هريسه وتخذ فوالا معناتها هذاك الهريسه ما ناكلش الهريسه خاطر ساعات نحطها في عيني نتحرحر الهنديوسي الكوفير ساعات ناكل الكوفير ساعات انت خايني انا شد فرقيته خربش في وجهي فهمتني دونك فما حاجات فوالا دونك معنا قلت لك بعد الواحد تطورت الحاله ولات عندي فاتيكا كومولي اللي هي الفاتيكا هي سيمبتوم لي او سانتروم جيل دو لا توريت انا تولي بغيت نمشي وقت اون سيزيام اني نمشي للكلاس ونرخ نحسوا عرفت الخمول تهبط ترخ وي ام خايب شويه بشويه تطورت بديت من طبيب من الاول بدا الريق نتاع او عراف دار شنو معنا ماش عراف وماش ابخي مشيت مع التجاد والطب وكل شيء الناس ما تفهموش للطب اللي مشي لهم اللي هذا يعطيني دوايات وكل شيء ما تمشيش معاه تعمل لي مضاعفات كما كان يحكي الدكتور مضاعفات خطيره في مضاعفات خطيره صافي ديهم مثل بريز دو بوا تاثر حتى على المات اللي بارتي ما تعني ما انت مضاعفات خطيره على الاخر تعمل حتى ديتيك دو اوتر فورم ابخي مشيت للمنو للرازي قلت الحل الوحيد وقتها لازم فما دكتور ما تعرفش نتحمل نذكر اسمه ولا نشكره دكتور منى بن جبارة اللي هي الوحيدة في تونس على خاطر هي ديجا إليف نتاع دكتور أرتمان اللي هو زاد في بي تي سالبيتريير معناتها في سونتر دو ريفيرونس في فرنسا هي الإليف نتاعو دونك تعرف المالادي وكل شيء مي ما عندها مسكين هي بيضا ما عندها من حل ما من بلاد يا حيلة يعني تشخص ما عندهاش حل شخص طلع عملت بريز دو سون قالت لي يا ريم شافتني كذا شخصتني قالت لي راهو ها المالادي اسمه كذا وكذا اما راهي ما عندها فما كان الادويه هذيك ومش بديت نجرب معاهم في الادويه هذيك تجربت الادويه هذوك ما تمشيوش على خاطر كيما قلت لك الدويه راهو ديما يعطيك اربع ست شهور خمسه شهور بعد يولي يعطي ما مش يعطي في البينيفيس واللي يعطي في الأضرار فوالا بعديك ما تقسيت أنا بتبياتي خاطر ما وجيت الحادثة وقتها متاع بعد متاع اللي ذكرتوها متاع عوين أمن فهمني معناتها بين القوسين مش ناس ما تفهمش بالغالط معناتها خاطر نقول حادثة متاع عوين الأمن ينجم يكون زادة معناتها بنصيحة أنا شكيت بيه وهو ضربني ودخلنا وكل شيء فهمتني أما ينجم يكون هو زادة عن جهل فهمتني إي هذا هو يعني هو هكا شافك أنت في حديث وكذا وظهر له اللي أنت تعمل فيه تفلم قال لي تشوحر فهمتي او ملخي ما فهمش مفصل اسمه تشوحرون اضربوهم أي. لكن ضربني للاسف أي. فهمتي لكن معناتها نجم يكون حاجه لازم تفهم معناتها الناس معناتها بالرسمي فهم معناتها نشكر برشا عاون امن يوقفوني حتى معناتها تاع المرور يغنقوا علي ويسلموني معناتها فما الناس بيها معناتها اما صارت كا فهمتني معناتها صحيح كلي ضريت انا فيها الحقيقه
يمكن هو تو كان يسمعني يقعد معناتها يعاقب في روحه فهمتني مسامحك دنيا واخره خويا فهمتني خاطر ضريت فيها خاطر شنو المالادي تحلت وليت برشا تيك وليت ما نرقدش برشا بعد الحادثه هذيك زاد معناتها زاد اللي شوفوا اللي تيك اللي فوق نتاع تيك تبدلوا فهمتني تعرف معناتها حادثه معناتها بدل شنو رمزي ضرب معناها ضرب كبير معناها هو ضربك بركوت كف وحتى الاهانه ريت نجم تاثرني نفسيا معناها مديوني تدعم مع مريض نفسي النفس أهم من الجسد ما جين فهمني هكا هو أنا بعد كده حددت الكوش هيبدي نعم في البتيت الكوش أخش كما قلت كده جيت خوفي كل كانابيس إيه هدو وانا كان نحكيو على كانابيس راه مش زطلة في نوضحوا للناس الكل راه مش ميديكال مش كوفي شوب دي راه الفارماسي برودكسيون فارماسيوتيك والطبيب هو اللي عينك الدوز مش باش تاخذ سيجار وتفهم مالغيكو فما فورم انك تاخذ حكه من الفارماسي فيها ماريجوانا وتتكيفها الفورم اما اما من الفارماسي والطبيب لحد ذلك باش نبداو واضحين وفما زيد فما تو بلوزيغ معناتها ما نعرفش سيرو معناتها الموليكول هذه نحكي عليها معناتها الناس الكل رانا معناتها راهو الموليكول هذه معناتها مش نسحقوها كان للتوريت معناتها فما بلوزيغ مالادي اخرى ايبيليبسي ميم كونسي كل شيء فهمتني فوالا انا زاد معناتها في الباركور نتاعي تعرفت معناتها الناس معناتها عندهم معناتها دي مالادي زاد غراف ويداويو كان معناتها بالموليكول هذا معناتها باش نوضحوا للناس الكل فهم عندنا ترخيص معناتها سولون القانون 54 ترخيص للعلاج لكن للاسف تقدم الى وزاره الصحه معناتها ما عندي مساندات طبيه مع تقارير معناتها اطباء محترف بهم ما فماش حاجه لا رفضي لا قبل لا قبل ولا رفض باش نجيو على موضوع الحلول جوستومون معاك مروه شويه اخر لانه زاد حكيتوا عليها موضوع الحلول في فيلم اللي عملته رمزي رخصه علاج تو نشوفوه التوريت هذه هي مرض مروة علاش يقولوا الأطباء حمزة مرض مزمن لأنه ما فميش حاجة تعالجه كومبليتمون مش تختفي جملة لكن فما بعض الأدوية اللي تنقص برشا من الحدة التيكا ذوما اللي كان يحكي عليهم رمزي مشكلة كبيرة بالنسبة لهم خاطر كما قلت لك أغلب الحالات اللي قاعدين تعالجوا في تونس ماهيش الأدوية اللي يتناولوا فيها للأسف ماهيش قاعدة تنقص من التيكا ذي وماهيش كافية مشكلة كبيرة بالنسبة للرمزي والحاملين المتلازمة ذي ذيك علاش رمزي اختار انه يكون بطل لفيلم خذي جايزة الفيلم هذي في ايام قرطاج السينمائية الفيلم هذا للمخرج هيف بن يوسف نشوفوا ابرز رسالة حب يوصلها رمزي من الفيلم هذا انتم اليوم تلوجوا على دواكم اكسجينكم في بيريود كورونا انا دوبوي ملي تولد لوج على دوايا اكسجيني لو هو دوايا ملي تولد وين لوج على دواي هاك تحكم ابحث عني اعطيني رخصه علاج حمزه رخصه علاج شنو هي الرخصه اللي يحبوها حاملي يحبوا يتحصلوا عليها حاملي توريت في تونس هي رخصه استيراد بعض الادويه اللي المصنوعه من القنب الهندي وهوني كما فسرنا راهو قنب طبي بالضبط الطبي واللي الاطباء يقول لك اليوم ما فماش رفض قطعي راهو للاستيراد الادويه هذيا كما باش يفسر لنا رئيس قسم طب الاعصاب مستشفى الراس الكنابيس راهو في هكا تو الناس مغلوبه بيه راهو مش جديد وراهو مش في الجيل دو لا توريت حتى في سكليروز ان بلاك في برشا امراض تو الكنابيس قاعد يساهم فيها الامراض الالام المزمنه فما برشا حوايج اللي الكنابيس قاعد يدخل فيها لكن فما حاجتين يلزم يكون فما إطار تشريعي ولازم يكون خاصة زاد الدار اللي تصنع في الدواء المصنع بتاع الدواء هو يكون طالب باش يدخل لتونس فما حالات استثنائية اللي فيها دي كوميسيون تسموها دي كوميسيون ديروغاتوار معناها ينجم يعطيو الديروغاسيون المريض اللي طبيبه مقتنع أنه لازم يعمل دوموند وينجم ياخذ أوتوريزاسيون سبيسيال على الدواء هذاك لكن هذاك ما يصيرش بسهولة يصير بصفة مقننة اتسيترا معنى اللي قالك راهو هذيك ممنوع ماهوش ممنوع راه فما مرحله كامله بخلاف الادويه مانيش نحكيو كان على الادويه قلنا برشا طرق للعلاج اعتمدوهم في العالم واثبتوا نجاعتهم نحكيو على عمليه حمزه عمليه زرع جهاز يتزرع في الدماغ الجهاز هذا اللي يشوفوا فيه اش يعمل الجهاز هذايا يحفز خلايا الدماغ انه باش يولي يتحكم في الحركات اللا اراديه اللي تشوفوا فيها الجهاز هذايا تزرع الجين امراه بريطانيه عمرها 55 سنه شوفوا تصويرتها قبل
قبل وبعد زرع الجهاز هذايا. كيف كيف جاي تقول انا رجعت بعد العمليه هذايا انسانه شبه طبيعيه، نقوم باعمالي المنزليه ونقرا الكتب ونخرج وندخل كيما الناس الكل. نسمعوا زيدا شهاده ادم اللي تم زرع الجهاز هذايا في دماغه، وهو كيف كيف يعاني من متلازمه جيل دولاتوغات. كانت عندي برشا تيك في الحركة متاعي، ساعات يصعب عليا حتى المشي، ساعات ما نجمش نعمل حاجات بسيطة خاطر يدي تتبلوكا، وعندي برشا حركات لا إرادية. باش نعملوا فتحة صغيرة في العظم وباش نحطوا جهاز كهربائي مربوط بالدماغ. وأنا موجود حالياً على الفراش بعد العملية نحس بتحسن كبير، وهكا التشنجات اللي كانت تصير كل 3 ثواني نقصت برشا، وهي تجربة باهية برشا. هذه النتائج الإيجابية اللي تكون بأكثر من حل كما فهمتوا قالها الدكتور، شفتوها في التجربة اللي يحكينا عليها في العالم، راو موجودة الدويات وإلا كل واحد وحالته، هي أوكا بار كا. رمزي بديت تستانس من نظرة معينة من والله ناس ما تفهمش، من ناس ما تعرفش إيش عندك. ولا بالنسبة لستانس أنا كلمة أو يا لطيف اللطف ولا وش به مريض ولا طيب أنا أقول إسباخين خو إسباخين، ما كلمة جيم خو إسباخين ونتعدى فهمني. فهمني في الميدروك ديزني واحد نقول له يرحم والديك في الخدمة، أنت عارف فهمني مستانس وباغ فوا تجيني في معناتها سيتياسيون نبدا نفسي معناتها نفسيتي ديجا ما تقبلش نولي. اما الحاجه الباهيه كونه ما سكتش وما هبطش يديا، تجمعنا كما شفتوا الناس الكل وعملنا معناتها اسوسياسيون دو سانتروم جيم دو لاتوغات. نشكر زاد متر رجاء ترابيزي اللي توعد باش تكمل اجراءات الجمعيه التونسيه، ومعناتها ممبري هذا ندعو للناس الكل اللي تتفرج اللي معناتها عنده ولد والا معناتها بنت ولا هو عنده توغات معناتها ينضم الينا الجمعيه معناتها خشين مومش معناتها باش تلقاوها في السيت اوفيسيال وكل شيء. واللي يحب معناتها يعطي تبرعات معناتها حلو زاد كونت التبرعات جمعية اونتر دو ميماش خيريه باش تكون تساهم معناتها انا في لي ريشيرش نتاع الدويت كنا نحكيو مع سوليسيون جدد باش نصحوا الى نشر الوعي للناس مش تفهم وندخل معناتها تشريعيا كما قلت لك معناتها على المستوى الاجتماعي فماش معناتها تغيير باش الناس هذوما تكون عندهم العيش الكريم ياخذوا دواهم. والسلام عليكم سامبلومون مع كل تشجيعنا رمزي محمد رمزي حمزه، بالتوفيق لكم ان شاء الله على الاقل بريز دو كونسونس شويه هكا نساهموا فيها ولو بصفه جزئيه. تك صحه رمزي على حضورك معنا، على امل ان نشوفوا الامور تتحسن فيما يتعلق بكم. احنا هكا كون وصلنا لنهايه الحقائق بالنسبه لليله. شكرا مروه، شكرا ايمن، شكرا لكم انتم على حسن المتابعه والاهتمام. ملتقانا ان شاء الله الجمعه الجايه بحقائق جديده. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير.